الذين سبقوني بالتعليق. إذن متابعين الكرام مشاهدينا الأفاضل، نحييكم من جديد ونجدد بكم اللقاء ونجدد بكم الترحيب في هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تستمر المتعة والإثارة والندية من هذه الشعارات المتواجدة والحاضرة على أرضية ميدان الجنادرية درة الميادين الحاضرة والمنطقة، الشعارات الحاضرة والمتواجدة في هذا الصباح كما تشاهدون بالواقع وعبر القنوات الناقلة للحدث الرياضي الهام، لكي نتابع وإياكم منافسة جديدة. شوطنا التاسع للحيل والثمانية كيلومترات هي رحلتي هذه الذلل الأصايل المتواجدة والحاضرة على أرضية هذا الميدان، لكي نتابع وإياكم العشرة المراكز الأولى. أبدأ مع صعب مرغم، من يتقدم مع الأول؟ من يتقدم مع أول المراكز؟ محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يتقدم مع أسياد مع المركز الأول ومع أول الشعارات، بينما التسلل الانطلاق والاندفاع من شعار عماد بن غريب الجنيبي يتقدم مع المركز الأول ليقدم لنا دمعة من تتقدم مع الصدارة الأولى. يتقدم الجنيبي ليقدم لنا شعاره مع أول الأسماء، يتقدم مع دمعة عماد بن غريب بن سعد الجنيبي القادم من سلطنة عمان الشقيقة، يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني أسياد وشعار بن مرخان صعب المضمرين يتواجد، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يقدم أسياد. المركز الثالث الحضور من ضجة، من تتقدم مع المركز الثالث؟ حمد بن محمد بن سعد آل نابت المري يقدم ضجة القادمة مع المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، يتقدم العصيمي ليقدم ليالي. نعم عشنا أجمل الليالي والأيام في هذا المهرجان الغالي، مهرجان خادم الحرمين الشريفين تتقدم بها الليالي مع المركز الرابع. يتقدم عبد العزيز بن عايض بن سعد العصيمي يقدم لنا شعار مع انطلاقات ليالي. المركز الخامس الحضور من حمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي تقدم، يقدم لنا صدى القادمة والمتقدمة من المركز الخامس نحو المركز الرابع. الدور دور المركز السادس الحضور، التقدم من هذا الشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يتقدم مع ناصية القادمة بشعار المالكية. يتقدم محمد بن سلطان بن سعيد المالكي ليقدم لنا ناصية. المسند يتواجد، المسند يتقدم، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم ساسكو القادم المسند.
المسند واسماء القادم المسند وشعاراته من دولة قطر الشقيقة، من الشحانية، من ميدان التحدي تواجد به الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يتواجد ويتقدم مع ساسكو المركز الثامن. الكرت الثاني يتقدم به صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، يتقدم بصيت الهديف، يتقدم الكواري مع المركز التاسع غبة، يتقدم بها حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يتقدمون أبناء معيذر أبناء دولة قطر الشقيقة ليقدمون لنا غبة بلشة، من تتقدم أيضا بشعار عايض بن رفعان بن عايض القحطاني ليقدم لنا بلشة، والقادم مع المركز العاشر النيادي، النيادي يتواجد مع المركز العاشر، يتقدم حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي يقدم الساعة مع المركز العاشر. إذن متابعين الكرام مشاهدين الأفاضل، هكذا العشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، والباحثة عن النماسة والباحثة عن الانتصار في متعة، في متعة من متعات سن الحيل والزمول، سن المسافات الطويلة، سن المتعة والإثارة. وهذا الشوط يحمل رتم عالي من هذه الأسماء وهذه الشعارات الذي صالت وجالت في ميادين الخليج، لكي نتابع بن مرخان وشعار مرغم يتواجد، يتواجد محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يقدم لنا أسياد، يتقدم مع المركز الأول وشعار أسياد وشعار بن مرخان وشعار الرموز. الله على هذا الانطلاق يا بن مرخان، الله على هذا الاندفاع يا بن مرخان، دبي تنتظر السلام. المركز الثاني ساسكو وشعار الأنيق يتواجد، الأنيق ورموزه، الأنيق وأسماءه، الأنيق وشعاراته، يتقدم بساسكو مع المركز الثاني. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بينما المركز الثالث، القدوم من الهديفية أم الشامسي يا إخواني، جاكم الشامسي جاكم، قادما مانع بن علي بن حماد الشامسي يقدم مصيحة القادمة بكل قوة، اسم غالي يا إخواني مصيحة، تتقدم مع المركز الثالث غبة الهديفي، يتواجد مع المركز الرابع، يستمر بالعطاء، يتقدم مع هنا غبة غبة غبة، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتواجد، بينما العصيمي يتواجد مع ليالي، أهلا يا ليالي، أهلا يا العتيبي، أهلا يا العصيمي، يتقدم عبد العزيز بن عايض بن سعي بن سعد العصيمي ليقدم لنا ليالي. الساعة والنيادي يسابق الوقت، يتقدم مع الساعة، الله على أيام مكحولة، الله على أيام سمحة، الله على أيام الاتحادية، والله يتقدم النيادي. حميد بن
بن سعيد بن عامر النيادي ليتقدم مع الساعة شبا يتقدم بها المسند يتواجد باسم آخر يتقدم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والمالكية محمد بن سلطان المالكية تسلل من الجانب الأيمن ليقدم لنا ناصية متعة الحيل والشامسي يتقدم الشامسي يتقدم يتقدم مع مصيحة مع المركز الأول مانع بن علي بن حماد الشامسي والكيلومتر الأخير المسند مع المركز الثاني النيادي النيادي مع المركز الثالث شبا وشعار المسند والمالكية والكتبي أيضا ولكن الشامسي بن حماد الشامسي بن حماد ناوي على نية ناوي على نية يتقدم مع المركز الأول مانع بن علي بن حماد الشامسي يقدم مصيحة يتقدم مع المركز الأول بالعروض الممتازة بالعروض الممتازة والمسند يتقدم بساسكو ولكن الشامسي غادر مع المركز الأول غادر مع المركز الأول والله وغادر علوه والله وغادر بالانتصار والله وذهب بالسلام إلى أبو ظبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدم مانع بن علي بن حماد الشامسي وعلي بن سعيد الزرعي يتواجد مع هذا الإنجاز المركز الثاني ساسكو ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند المركز الثالث أيضا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع شباء المركز الرابع هنا المركز الرابع وتواجد عبد الله الطير بن سهيل العامري يتواجد مع سلهود المركز الخامس محمد بن علي بن حمد بن علي المري مع الدوحة. إذن متابعين الكرام مشاهدين الأفاضل شعار الشامسي يجدد اللقاء مع المركز الأول ويضيف الإنجاز في هذا الصباح لسجله المليء بالإنجازات لكي نرى وإياكم التوقيت الزمني توقيت مصيحة قاطعته 8 كيلومترات 12 دقيقة 50 ثانية 9 أجزاء من الثانية بشعار مانع بن علي بن حماد الشامسي المركز الثاني ساسكو وشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند 12 دقيقة 51 ثانية 4 أجزاء من الثانية. ثالثا شبا مع المركز الثالث ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند 12 دقيقة 53 ثانية 84 جزءا من الثانية. المركز الرابع سلهودة عبد الله بن الطير بن سهيل العامري والمركز الخامس الدوحة وبشعار محمد بن علي بن حمد بن علي المري.